هنعيده تاني يا براءة. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئلة الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حق اعرف كل كبيرة وصغيرة عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحة فين وجاية منين؟ أبقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغالي اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطره، بقولك ايه؟ ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك على دولاب. وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شويه. ايه رايك؟ ايه هو؟ اصل انا يا حبيبي فكرت، لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطره ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسه الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسالش قلت اسال انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها وحوارات ايه دي؟ والكلام كله بتاخد منه ملاليم وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني ايه مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا مبعضت فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عش القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حبيبي. طيب الليله دي انا مزنوق في بطران. خسى عليك، انت اتغيرت قوي يا فنجينا. خسى عليك يا بنت، اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكرة هتتخلع في ايدك. خش يا بنت يلا بروضني القعدة بتقولوا سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسنم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجة غريبة لازم تعصرها تحلبها لغاية ما تجيب البطنها. بصراحة يا معلم أنا شايف إنك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ انما انا لما حسيت منها بحاجه غريبه اتدبقتها لحد ما هرشت وساخت امها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمه.
صحابك غريب يا ابني. معقول المعلم ابو سنه يعمل كده؟ والسوق كمان بيلسن بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل لي منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا ابو درهم. عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ المهم انا عارفها كويس. اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايز وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مكدرك على الاخر. مش حكايه الخيال بس اللي مكدراني. في حاجه تاني؟ خير. مالا ليه مالا؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمة. ما حد قال لي انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعة ما عرفت الخبر اليقين. اقول لك على حاجة يا نجمة، انا لو اعرف بالخبر ده من بدري انا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. الف حمد لله على السلامة والف مليون مبروك لنجمة الجيل والقرن. لا 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 اقول لك على حاجه، انت محسوده. لا 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 محسوده، ولازم تترقي ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ماي هارت ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسالته سؤال وير يو جو، قال لي اي جو في الرمانه. ازعل ماي هارت؟ اقول لك على حاجه يا نجمه، اللي بيتكلم قصادك ده مش المالت بيضون، ده الهارت بيضون. ما تأثر، انا مش مستحمله. شكلك عايز حاجه، قول وخلص. البنت بي سالت لي. قالت لك ايه؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمه؟ قالت لي ان انت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في ايه ان شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي يا نجمه؟ انت مش عارفه قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضه؟ الجماهير العريضه في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانه من جديد. ما تطرش الكلمتين وتخلص، جرى ايه؟ انا مش مستحمله، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجه كده تحس انها هو. حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دق يا نجمه، دايما بتنسي. والمصحف الشريف، كلمه زياده لا تلاقي سكينه زي دي خارزه في رقبتك وطالعه من قفاك. ده جزات ان انا جاي لك وايديا مش فاضيه؟ لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياه شرفك اللي ملوش وجود يا مرض، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمه.